انا جيت سعيد يعني بالاستضافه مدينه القنيطره المرحله الاولى في التاريخ لطواف المغرب اللي انطلق اليوم بن سليمان الى مدينه القنيطره وغدا من مدينه القنيطره الى مدينه العرائش. لماذا؟ بان جميع الانشطه الانشطه الجامعه اللي تقام على صعيد الوطني احسن تنظيم تقام بجهه الغرب وبالضبط بمدينه القنيطره وسوق الاربعاء الغرب، هي تكون هناك حسن الضيافه، حسن التنظيم بشهاده الجميع. هذا ما زكانا داخل المكتب الجامعي بفضل السيد رئيس بلماحي وكامل اعضاء جميع اعضاء المكتب باش يقروا تكون الانطلاقه الاولى والوصول بمدينه القنيطره. فهذا شرف لمدينه القنيطره ولساكنه مدينه القنيطره اللي تنشكرهم اللي جاوا حجوا اليوم بكثافه لاستقبال قافله الطواف، وكذلك اشكر السيد العامل والسيد رئيس مجلس البلدي وكذلك رئيس مجلس اقليمي وجميع السلطات المحليه. وكذلك هناك لابد ان اشير بان هناك عدد كبير من الدول الافريقيه اللي تتشارك معنا كذلك، بان تنعرفوا هذه السنه سنه افريقيه بامتياز. كذلك اشكر البطل المغربي سعيد عويطه على المجيء الى مدينه القنيطره وهو ابن مدينه القنيطره، فكذلك اشكر كل من ساهم من بعيد او من قريب لانجاح هذه التظاهره الدوليه لطواف المغرب في هذه السنه. العمران الراعيه الاولى لهذه التظاهره الشركه المقاوله. السيد الرئيس والبطل العالمي كان يرتدي الميداليات، فها هو يلبس الأقمصة في رياضة الدراجات. تحية رياضية، ما أجمل هذه الصورة الرائعة بمدينة قنيطرة. بطل من أذربيجان والبطل المغربي سعيد عويطة يقدمان جوائز مدينة قنيطرة وعمل مقداش. لقد جاء هذا البطل سهل. لازلنا وإياكم أيها الجمهور الكريم، السيد العامل، السادة المنتخبون، نعيش هذا العرس الرياضي الكبير المنظم تحت رعاية السامية لقائد الأمة المغربية جلالة الملك محمد السادس. يعني نسجلها في كل ممر من الممرات التي مر منها الصبا، فهنيئا لنا بهذا البطل، هذا البطل الذي سبق وأن رفع الراية المغربية خفاقة في جميع المحافل الدولية. نعم، جلول عادل هذا كان من الابطال الكبار والمخضرمين في عالم الدراجه المغربيه. شنو يمكن لك تقول لنا في هذه المناسبات؟ شنقول انا سعيد جدا بحضوري وتواجدي في هذا الطواف المغربي للدراجات، كان شيء جميل جدا ورائع. فكنشكر المنظمين وكنشكر السي بلماحي على الاستضافه وعلى التنظيم الرائع وعلى كل ما شاهدناه، لان انا كنت في السياره مع السي بلماحي، فاشياء اللي شاهدتها رائعه جدا. فالطواف لابد ان ندعموه كنا كمغاربه. شكرا على المستوى الوطني ودائما كتكون ناجحه. الدليل هو انه السي سعيد عويطه الشامبيون الدولي ديالنا ولد قنيطره. شكرا. كاين شي حاجه ما اكثر من هذه؟ يعزكم الاخوان مصطفى النجاري البطل الانيق المدير التقني للفريق الوطني المغربي الذي لا زال يشرف على هذه المنتخبات. ومعي مصطفى النجاري سوف يحدثنا عن هذه المرحلة. الرياح القصة. السيد العامل يحتفي بالبطل العالمي والأولمبي والمدير التقني والرياضي الأول لألعاب القوى البطل الكبير أسطورة ألعاب القوى سعيد عويطة. سعيد، كم أسعدتنا يا سعيد، كم بتنا الليالي ننتظرك تركض في بلاد العالم. أول بطل مغربي
الحقيقة هذا يوم تاريخي، هذا يوم شهود ليس لمدينة القنيطرة بل للساكنة ديال الغرباوية. علاش؟ لأن هذا الطواف المغربي عنده يحمل في طياته معاني كثيرة، ترجعنا للماضي الجميل اللي عاشوا الدراجة المغربية مع النجاري ومع متسابقين آخرين. هذا الحدث اللي شارك فيه المجتمع المدني، وبالمناسبة تنقول ماشي سي سمير حيت عضو جامعي، هذا طواف ديال مدينة القنيطرة كنا نشتغل لمدة 15 يوم باستمرار من أجل إنجاح هذه الحلة. أنا تشكرتي للمجتمع المدني في مدينة القنيطرة والمنتخبون ورجال السلطة وعلى رأسهم السيد العامل اللي تنشكره مرتين، المرة الأولى أنه ساهم بمساهمة مشروطة في إنجاح هذه التظاهرة، كذلك أنه بشرنا وجاب لنا تحفة ديال مدينة القنيطرة رائد ألعاب القوى واللي هو سعيد عويطة، واللي بشرنا بواحد البشارة جميلة وجيدة وتنبشرها لمدينة القنيطرة، هو أن غتكون الدورة الأولى ديال سعيد عويطة ابن مدينة القنيطرة في هذه المدينة. وتنشكر الجميع، فعلا عشنا حدث رياضي رائع في واحد المستوى كبير اللي انخرطوا فيه مرة أخرى جميع الجمعيات وهيئات المجتمع المدني بطرق غير مشروعة. شركة أسطى راعية الطواف، وكذلك هدية لبطلنا الكبير مقدمة من شركة أسطى للبطل سعيد عويطة. وشجعتكم يا الجمهور.